بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بوضوح. كل عام والأمة الإسلامية بكل خير، كل عام وجميع المسلمين في صحة وخير وسعادة. نعيش اليوم نسمات عطرة، نسمات ربانية، نعيش اليوم روحانيات خاصة، نعيش اليوم ذكرى مولد الحبيب أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة هنعيش ونبحر في عالم النبوة، هنحتفي ونحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان مولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نقطة فاصلة في تاريخ البشرية كلها. هنحاول أيضا نعرف كيف كان مولد الرسول عليه الصلاة والسلام نورا للعالم. ويسعدني ويشرفني في هذه الحلقة الخاصة في ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معنا العارف بالله فضيلة العالم الجليل الدكتور حسام الدين فلفور. أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلتك، ويعني سعداء، وأيضا مشرفنا ومنورنا يعني شيخنا الشيخ عبد القادر المرعشلي. أهلا وسهلا بفضلتك وسعداء جدا. والأستاذ محمد ياسين المرعشلي أهلا وسهلا، ونرحب يعني الإخوة الكرام اللي مشرفينا. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وفضلتك بخير، والأمة العربية والإسلامية إن شاء الله، ومصر والشام بخير. آمين يا رب العالمين. تحب حضرتك نستهل الحلقة بالشيخ عبد القادر؟ طبعا. نعم، مديح المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله إن شاء الله. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، خلقا بالكمال توحدا بمدحه ما أقول لمدحه سفاح جاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمك ربك في القرآن محمد بالمؤمنين ورحمة ذو رأفة بالمؤمنين
سماك ربك في القرى محمدا نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام بشرت وملائك الرحمن خلفك سجادا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عدالا ولا الشعراء طه صلاة الله مني سرمدا طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا نجم الهدى الله عليه وسلم يا نجم الهدى صلى الله عليه وسلم يا نجم الهدى الله ثم السلام
وأهلك أعداءنا، ارحم شهداءنا يا الله. الله، أحسنتم أحسنتم أحسنتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبالحبيب المصطفى نستهل ونبدأ، وفي هذه الليلة الكريمة، ليلة مولده عليه الصلاة والسلام، يعني فضيلة العارف بالله الدكتور حسام فرفور، يعني المعاني الروحية في ميلاد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. دكتور عمرو، قبل أن أبدأ كل شيء، يعني أعفيني من قضية العارف بالله، والله هذا مقام كبير وأنا أستحي من الله عز وجل. أنا أرضى أن أكون محبا لله ورسوله، وأسأله تعالى أن يحشرني في زمرة المحبين تحت ظل سيد المحبين المحبوبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. موضوع ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا موضوع خطير، وبالعربية كلمة خطير تدل على كل ما له شأن عظيم، وليس كما نفهمه نحن اليوم. صحيح. مخيف لك لا. البشرية لو أننا نقرأ، ولسنا في صدد أن نقرأ كثيرا في تاريخ البشرية قبل ولادة سيد الوجود وحبيب الرحمن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت في جهالة جهلاء، في ضلالة عمياء، وكان القاسم المشترك في العالم كله هو البغي والظلم والطغيان واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان من خلال عبادة غير الله عز وجل. فهناك من يعبد شمسا، وهناك من يعبد قمرا، وهناك من يعبد إنسانا، وهناك من يعبد مثلا. طبعا. فجاءت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام هي ولادة التوحيد، وولادة النور، وولادة الحق، وولادة العدل، وولادة الهداية، وولادة الرحمة، وولادة الحضارة من جديد. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإنه بشكل خاص كان مبعث عز وكرامة لهذه الأمة، أمة العروبة. فالعرب في جاهليتهم مع ما كان عندهم من مكارم الأخلاق، كان هناك مثلا كرم، هناك إغاثة الملهوف، هناك إكرام الضيف، هناك الإباء، هناك الشمم، لكن كان مع هذه الأخلاق الحميدة كانت هناك أمور ذميمة، كان القتال، الفرقة، العداوة، الخصومة، وكان السلب والنهب معترفا بهما على أنهما طريق من طرق الرزق، يذهب الإنسان فيقاتل ويستلب الغنم والشياه وكذا، وكان احتقار المرأة ووأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكان هناك شرب الخمور بلا حدود، وكان هناك الفحشاء، وكان هناك المنكر. فجاء الإسلام ليحول هذه الأمة خصوصا إما كانت عليه من الذل إلى أن تصبح على درجة من العز، كانوا رعاة للشاء والإبل فأصبحوا أساتذة للعالم وأصبحوا قادة للعالم. فكانت ولادته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وحينما نقول عالمين، كلمة عالمين فمفردها عالم. نعم. فعالم الإنس بما فيه من مؤمن
وغير مؤمن وصالح وطالح، كل عالم الإنس عالم واحد، طوائف، فرق، مذاهب، أديان، إثنيات، عرقيات، جنسيات، كلها عالم واحد. عالم الجن عالم، عالم الملائكة عالم، عالم الحيوان عالم، عالم النبات عالم، عالم الجماد عالم. كل هذه العوالم بعث نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لها، وكانت ولادته بشارة ببعثته. فنحن حينما نحتفل بولادة النبي عليه الصلاة والسلام ليس احتفالنا مقصورا على ولادته كشخص عظيم، نعم نحن نقدسه ونعظمه بشخصه، لكنها في الحقيقة احتفال بالحضارة، احتفال بالرسالة، احتفال بالهداية، احتفال بالرحمة بما جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا معنى احتفالنا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. نطلع الفاصل ونعود نواصل هذه الليلة الجميلة والاحتفال بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عنا الحزن طه
شفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضا. تجاوز عن ضعيف قد أتاك، وجاءك راجيا يرجو نداك، فإن تشفع فأنت لذاك أغلو، وإن تطرد فمن يرحم سواك. تشفع مقراً بالذنوب وقد دعاك، إلهي عبدك الجاني أتاك، مقراً بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك آل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في فضله فينا مبين، من فضله فينا مبين، من فضله فينا مبين، يجلو به عنا عنا الحزن عنا الحزن. طه طه رسول
جنوبه عنا الحزن. الله 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 ما شاء الله أحسنتم. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائكي حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. الله مولانا الحكمة أن ينشأ الرسول عليه الصلاة والسلام يتيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحكم وراء أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ينشأ يتيما قبل كل شيء، حتى إذا كبر يشعر بيتم الأيتام ويشعر بما كان عليه من انكسار، ما كان عليه من فاقة. لذلك كان كفالة اليتيم، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام شرف الأيتام بكونه يتيما، فهو سيد الأيتام. وبعدين الله سبحانه وتعالى من عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعم، إن بنى على هذا: فأما اليتيم فلا تقهر، لأنك كنت يتيما وذقت طعم اليتم وذقت ما يعانيه اليتيم، وأما السائل فلا تنهر، لأنك ذقت معنى العوز والفقر والحاجة، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا أمر بتحديث بالنعمة. فلا شك النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما في كفالة عمه أبي طالب. وأبو طالب الحقيقة دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه لم يثبت إسلامه. هناك بعض مقالات لبعض العلماء، إلا أنه لم يختلف اثنان في أن أبا طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بجاهه وماله ونفسه، وتحمل في سبيل الإسلام وفي سبيل النبي عليه الصلاة والسلام شتى صنوف الأذى والطغيان من مكة ومن أهل مكة. تفننوا في التطاول على أبي طالب وعملوا الشعب والمقاطعة وكذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له في يتمه يعني بركة وحكمة أنفق منها بعد أن بعث نبيا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نطلع لفاصل ونعاود بعد الفاصل الحديث عن المآثر الكريمة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في ذكرى يوم مولده عليه الصلاة والسلام. برعاية بالدين سهلا وملأت
نزل شاملا للعالمين. يا حبيبي جل من أنشاك بدرا جل من أعلاك قدرا جل من أنشاك بدرا جل من أعلاك قدرا لم تزل دنيا وأخرى سيدا للعالمين. يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا للعالمين. أنت للرسل إمام أنت للناس قيام أنت للرسل إمام أنت للناس قيام كعبة بيت حرام قبلة للعاشقين. يا رسول الله أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا للعالمين. سمين. يا رسول الله أهلا جئتنا في الدين سهلا يا رسول الله أهلا جئتنا في الدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا للعالمين. وعفوت عمن حاربوا بعنادي. الله الله خدنا المدد منهم. حررت كل العالمين من الردى ومن الضلال وذل الاستعباد. رسول الله أهلا جئتنا بالدين سهلا يا رسول الله أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا للعالمين. يا الله فرح
وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت منزها من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بسم الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مولانا، كيف يستغل المؤمن هذا اليوم الكريم، يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، في إقامة علاقة جديدة مع خالقه، مع الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الذي تتفضل به دكتور عمرو تطبيق لما أمر به الله عز وجل، وهو التنبه، حيث قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا تنبيه، واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا التنبيه يقتضي أن نتيقظ وأن تتحرك قلوبنا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نصل إلى الله عز وجل. فباب الله هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع لا يكون إلا عن محبة، لأن الاتباع إذا كان بدون محبة قلبية فهذا أمر لا طعم له. الاتباع هو ثمرة المحبة، والاتباع هو دليل المحبة. إذن نحن مطلوب منا أن نتنبه وأن نعرف عظيم فضل الله علينا بأن فينا رسول الله، وأن لا نزهد بهذه النعمة فننشغل عن محبته بحب الدنيا وجمع حطامها واللهثان وراءها. لا، الإسلام لا يأمرنا أن نعطل دنيانا، نعطل المزارع ونخرب المصانع، حاشا لله، ليس في الإسلام شيء من هذا أبدا، ولكن ينهانا عن أن تتعلق قلوبنا بالدنيا فننسى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الممنوع. فنحن حينما نتنبه بهذا التنبيه واعلموا أن فيكم رسول الله، نتيقظ ونكون على مستوى المسؤولية، لنكون على مستوى شرف هذه المعية. نحن فينا رسول الله، فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ما نحن عليه من تقصير والحرافات وما ترى عليه المسلمين من خلافات وشحناء وبغضاء واقتتال، كيف يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كذلك؟ هذا تنبيه إلى أن نراجع أنفسنا وأن نتيقظ وأن نكون في مراجعة دائمة وفي نهضة دائمة في الترقي، في أن نعرج إلى الله عز وجل بإصلاح نفوسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يليق بنا أن يكون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بسنته، في هذه الأمة بالكتاب الذي نزل عليه، في هذه الأمة بأخلاقه، بشمائله، بسيرته، في هذه الأمة بروحانيته، في هذه الأمة بأنه حي فينا حياة تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحاح وفي صحيح مسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام. وفي حديث آخر أيضا في صحيح مسلم: تعرض علي أعمال أمتي ليلة كل اثنين وجمعة، فإن رأيت خيرا حمدت الله تعالى، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لأمتي. هذا النبي العظيم الحبيب المحبوب الذي يهتم ويتابعنا بعد موته، هو مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لكنه حي حياة خاصة به بنص الآيات. بعدين إذا كان الأولياء وإذا كان الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فسيد الشهداء والأنبياء المرسلين ألا يكون حيا عند الله؟ قد ورد من الأحاديث. فكيف يجب أن نكون ونحن بمعيته ونحن في صحبته؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا تذكير لهذه الأمة
وتنبيه لتعرف عظيم فضل الله عليها أن فيها رسول الله. والله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إرشاد لنا أن نكون بقلوبنا مع الله عز وجل وبقلوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن يكون فينا سيدنا رسول الله ونحن عنه غافلون، لا، هذا لا يليق بهذه الأمة. واعلموا أن فيكم رسول الله، أي تنبهوا وتيقظوا لهذه النعمة العظمى ولهذه الخصوصية التي اختصكم الله تعالى بها، فاصدقوا في محبته وبرهنوا على محبتكم إياه بأن تقدموا كل ما في أيديكم في سبيل الله عز وجل، وأن تطبقوا شريعته، وأن تقتفوا أثره، وأن تسلكوا سنته، وأن تكونوا تتأدبوا بآدابه، وأن تتخلقوا بأخلاقه، وأن تعيشوا من أجل الرسالة وتموتوا من أجل الرسالة. هذا ما فهمته من الجواب على سؤالك، وربطت بينه وبين قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. الحقيقة كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وحضرتكم طيبين، وإن شاء الله هي الحلقة انتهت ونرجو أن لسه بدين وأنت في معية فضلتك، يعني الوقت يعني عايشين في معية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا ريت نختتم بدعاء وأن نؤمن خلف حضرتك. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمتك أوسع من ذنوبنا ومغفرتك أرجى عندنا من أعمالنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأدخلنا يا مولانا في واسع رحمتك يا أرحم الراحمين، يا صريخ المستصرخين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أمان الخائفين، يا ملجأ اللاجئين، يا رب العالمين. قد برئنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فكن لنا على القوم الظالمين. اللهم عليك بهؤلاء الصهاينة اليهود الإسرائيليين المجرمين الغزاة الذين سرقوا أرضنا ودنسوا قدسنا، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم أصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء ومن الغل والحقد والحسد والسخيمة، وطهر قلوبنا من الفرقة والعداوة والخصومة، وأبدلنا بذلك حبك وحب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين وحب عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك وحب نبينا صلى الله عليه وسلم فوق حب أنفسنا وفوق حب أزواجنا وأولادنا وأموالنا وفوق الماء على الظمأ. اللهم أحينا على سنته وشريعته ومحبته، اللهم أمتنا على سنته وشريعته ومحبته، اللهم احشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من خاصته وأهل محبته، اللهم احشرنا في الآخرة في زمرته، اللهم أكرمنا في الجنة بصحبته، اللهم أكرمنا في الآخرة بشفاعته، ولا تحرمنا يا مولانا رؤية وجهك الكريم. اللهم امنن علينا برؤية وجهك الكريم. اللهم امنن علينا بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة ورؤية وجهك الكريم، واجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. ارض عنا رضاء لا سخط بعده. نسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم، يا واسع الرحمة يا قديم الإحسان، أن تنظر إلينا وإلى هذه الأمة المحمدية بعين عطفك ولطفك وحنانك ورضاك. اللهم احفظ مصر وأهلها والشام وأهلها وسائر بلاد العرب والمسلمين بما حفظت به عبادك الصالحين. فرج عنا ما أهمنا وأغمنا، اجمع على الحق كلمتنا، واجمع على الكتاب والسنة أمرنا، وعلى المحبة قلوبنا، واجعلنا من المتحابين في جلالك على منابر من نور يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا والوالدين والإخوان الحاضرين والديهم وللسادة المشاهدين والديهم ولجميع المسلمين، أجب دعانا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. ربنا اجعل هذه المناسبة الكريمة ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باب فرج وخير وفرج عاجل لنا جميعا بسر الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربنا يكرمك مولانا ويفتح عليك. انا بشكر جدا فضيله العالم الجليل دكتور حسام فرفور، وبتقدم الشكر للشيخ عبد القادر المرعشلي والشيخ محمد السيمع. شكرا جزيلا، شرفتونا ويعني اضاءتم هذه الليله الكريمه بهذه الهدايا والابتهالات الجميله. كل عام وانتم ولابنه صفوان ايضا. واهلا صفوان، اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. سعيدنا كثير وانتم بخير والأمة العربية والإسلامية خير. والسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، آمين يا رب. شكرا لكم، بشكر حضراتكم قناة الحياة. شكرا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يعيد علينا هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بالخير والسعادة. شكرا جزيلا، في رعاية الله.